الله. أعزائي المتابعين حياكم الله. أعزائنا, في إيه العلاقة بين بين فولكوس ومساحة التيار؟ تذكر معي كده إن ال تذكر معي إن ال على محيط الدائرة ده بيساوي إيه؟ بيساوي سيتا على 360 بيساوي مساحة القطاع على مساحة مين؟ الدائرة. كلام جميل. طبعا دول كلهم متساويين, معناه ان الجزء ده بيساوي الجزء ده. يعني انت لو انت قلت ال طول القوس على محيط الدائرة بيساوي مساحة القطاع على مساحة مين؟ الدائرة. طبعا انت عارف ان محيط الدائرة بيساوي كام. انت عندك ال على 2 باي نق, ده بيساوي مين؟ بيساوي مساحة القطاع على مساحة الدائرة اللي هي مين؟ باي نق تربيع. لو انت جيت هنا طبعا هتلاقي في النهاية ال على 2 بيساوي مساحة القطاع على مين؟ انا نق. تودي باي مع باي, نق مع نق, يبقى لك هنا ايه؟ يبقى انت عندك مساحة القطاع بيساوي ايه بقى؟ تقدر من هنا تجيب ان مساحة القطاع بتاعك بيساوي في النهاية خالص ان مساحة القطاع ام بيساوي اللي هو 1/2 لام ايه؟ لام نق, حيث لام هو ايه؟ طول القوس. ودي العلاقة بين طول القوس ومساحة مين؟ القطاع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.